بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا كل يوم حد واربع من 8 ل 9 ونص بنتقابل عشان نلقي الضوء على اهم الاحداث اللي حصلت في الالعاب الاخرى داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا. نص الاول من حلقاتنا زي ما تعودنا بتبقى مجموعه من الاخبار. النهارده الحقيقه اغلب اخبارنا عن المنتخبات. طبعا كل المواسم الرياضيه على مستوى كل الفرق انتهت. النهارده طبعا المنافسات الافريقيه هي في الفتره اللي بتاخد في شهر 7 شهر 8 يمكن اول 9 كمان، سواء المنافسات الافريقيه الاقليميه وما شابه ذلك، كل ده بيبقى في الفتره دي. فاغلب يعني النهارده اخبارنا في النص الاولاني هتبقى عن المنتخبات واللي بيشارك فيها لاعبتنا، هنقول لكم كمان كل منتخب بيشارك فيه مين من النادي الاهلي. ده النص الاول من حلقتنا. النص الثاني بيبقى فقره حواريه. النهارده الاحداث الحقيقه بتحتم علينا يكون معانا نجم الاسكواش الاهلاوي التايجر النادي الاهلي مصطفى عسل في الاسكواش. مصطفى طبعا يعني عمل موسم تاريخي هذا الموسم واعتلى به التصنيف العالمي. انتوا حضراتكم عارفين مصطفى لسه صغير السن 21 22 سنه، ينتظره مستقبل كبير، في صعوبات قابلته، في صعوبات كمان لسه مقابلاه. طبعا كل الاحداث اللي سمعناها عن تجنيس بعض اللاعبين زي مروان الشرباجي ومحمد الشرباجي الاخوان الشرباجي، واتجنسوا طبعا بالجنسيه الانجليزيه وبيلعبوا الان تحت العلم الانجليزي. طبعا اكيد سمعنا فيه لاعبين يعني تانيين ممكن يكونوا ينضموا لكده، ولكن لازم نتكلم مع مصطفى نشوف ايه يعني كشف حساب كبير هيكون النهارده، سواء على مستوى الفني وصل لايه، دخل بطولات ايه، فاز بايه، السنه الجايه عنده ايه، المشاكل اللي بتقابله، خاصه ان مصطفى يعني دايما بنلاقي تيار معاكس شديد ضده. النهارده هنتكلم عن كل شيء، هيكون معانا مصطفى في النص الثاني من حلقتنا. هنبتدي باخبارنا بمنتخب الشباب لكره اليد او الناشئين لكره اليد مواليد 2004، طبعا بقياده الكابتن وائل عبد العاطي نجم منتخب مصر السابق، بيلعب دلوقتي بطوله العالم في مجموعه بتضم التشيك اليابان مصر ايسلندا. اول مباراه كانت مع منتخب اليابان واستطاع المنتخب المصري الفوز 40-32. المباراه طبعا الشوط الاول انتهى بتقدم كمان منتخب مصر 21-16. المنتخب بيضم ثلاث لاعبين من النادي الاهلي، هم محمد صلاح صانع الالعاب، بلال ابراهيم وينج ليفت، معاذ عزب لاعب الدايره، والثلاثه ليهم دور كبير ومؤثر مع الفريق. انتوا عارفين طبعا كره اليد المصريه دائما ابدا ما تشرفنا على المستوى الدولي والاقليمي. عندنا المباراه اللي جايه مع التشيك، مباراه مهمه، يعني نتمنى منتخب مصر يتصدر التصنيف. زي ما قلت لحضراتكم طبعا ده لقطات من مباراه او عقب مباراه طبعا مصر مع اليابان، فرحه المنتخب بعد الفوز وتهنئه اللاعبين. خلينا اقول كمان انه يعني ماتشنا مع التشيك هيكون بكره باذن الله، مفيش راحه، مهم جدا تعتلي او يعني مجموعتك لان ده هيريحك في الادوار الثانيه. المنتخب ده استطاع انه يفوز ببطوله افريقيا اللي فاتت بعد ما فاز على منتخب رواندا وسط جمهوره وملعبه. طبعا ده الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي كان بيحضر مباراه، يعني مهم جدا المنتخب ده يعمل نتيجه، لانه انتوا عارفين 2004 احنا بنتكلم في 19 سنه، المنتخب ده بعد اربع خمس سنين هيكون هو قوام منتخب مصر الكبير. مهم جدا يعمل يعني كاس عالم كويس، يثبتوا نفسهم بشكل جيد. في ثلاث لاعبين زي ما قلت لحضراتكم من قوام الفريق من النادي الاهلي. نتمنى طبعا كل التوفيق لهذا المنتخب وهنتابع مبارياته يعني مباراه مباراه. بكره التشيك زي ما قلت لحضراتكم يمكن هي مباراه بكره من اهم المباريات، ايسلندا ايضا مهم، مباراه مهمه لهذا المنتخب. كل التوفيق طبعا لمنتخب الناشئين لكره اليد. هنروح بعد كده لكره السله. كره السله طبعا زي ما حضراتكم عارفين منتخب مصر تاهل بعد اربعه ويندوز الى بطوله العالم او كاس العالم بعد غياب يمكن 8 سنوات او اكتر، يعني على ما اتذكر كان 8 سنوات او 2 كاس عالم. اخر يمكن كاس عالم كان 2014 2015. منتخب تاهل الى كاس العالم اللي هيتلعب ان شاء الله الشهر القادم. في 6 لاعبين في القائمه المبدئيه من منتخب مصر من النادي الاهلي، 6 لاعبين تم ضمهم. هو ده مش القائمه النهائيه ولكن دي مجموعه من 16 لاعب، يعني اختارهم المدير الفني روي رانا الكندي. الحقيقه اللي عمل طفره مع المنتخب خاصه دفاعيا، 6 لاعبين وهم يعني عمرو زهران، ايهاب امين، عمر طارق، كريم حاتم، عمر عزب، عمرو زهران. الحقيقه القايمه دي ينقصها عبد الله ناصر، يعني انا كنت شايف ان عبد الله ناصر يستحق الانضمام، ولكن عبد الله ناصر النهارده بيستعد مع فرقته في الجي ليج في امريكا كثالث مصري يشارك في دوري الجي ليج. خلينا اقول لكم دوري الجي ليج ده دوري
مهم جدا بعد الام بي اي، كل لعيبه الام بي اي بيلعبوا فيه والدرافت واللعيبه اللي جايه من كل حته في العالم. عبد الله ناصر هيخوض هذا الموسم مع فرقته الجديده في الولايات المتحده الامريكيه، فلذلك هو غاب عن استعدادات منتخب مصر. طبعا ايهاب امين نجمنا اللي اتم عمره عامه 28 امبارح، كان عيد ميلاد ايهاب امين 28 امبارح، بنقول له كل سنه وانت طيب يا ايهاب، 28 سنه ان شاء الله تالق تانيين في الملاعب تقدر وبطولات كثيره للنادي الاهلي ان شاء الله. مجموعتنا مين في كاس العالم؟ مجموعتنا المكسيك، ليتوانيا، الجبل الاسود، مجموعه صعبه. ليتوانيا هي يعني من عظماء اللعبه، واتصور ان ليتوانيا هتبقى يعني انت ممكن المكسيك والجبل الاسود، الجبل الاسود فرقه قويه جدا، انت لو قدرت تكسب حتى المكسيك في مباراه المجموعه دي ودخلت ثالث، لا هتفرق معاك في الترتيب بعد كده. مهم جدا منتخب مصر يروح، وده بيتهيألي فكر روي رانا واللي قالوا مرارا وتكرارا لا مش رايح تمثيل مشرف. خليني اقول لكم ان في لعيبه انضمت للمنتخب مؤثره جدا، في يعني نادر او عبد الرحمن نادر لاعب منتخب مصر واللاعب في الام بي اي انضم للمنتخب، في لاعب ايضا كمان باتريك انضم في منتخب مصر طوله 2 متر 17، في مجموعه من اللاعبين انضموا، في موسى ابن كابتن موسى طبعا انضم، ادهم موسى انا اسف، طبعا انا كابتن موسى لاعب نادي الزمالك السابق واللي عايش في الولايات المتحده، ادهم برضو انضم للمنتخب. عندنا 3-4 لاعبين ممكن يعملوا الفرق. طب هتيجي تقول لي يا كابتن هنا طيب ما هم اللعيبه دي ما لعبتش بطوله افريقيا، مفيش كلام ده، مفيش الكلام ده في الرياضه، مفيش حاجه اسمها اللي لعب افريقيا ولا يلعب كاس عالم عشان هو اللي لعب افريقيا، مفيش الكلام ده، انت بتاخد الاكفأ والافضل في كل بطوله بصرف النظر مستقله، مش عشان انا كنت معاك في بطوله افريقيا وتاهلنا يبقى معنى كده ان انا حجزت مقعدي مع المنتخب هلعب في كاس العالم. روي رانا ضم كل اللعيبه اللي تستحق الانضمام، بيتمرن معاهم صبح وبعد الظهر، بيستعدهم النهارده في معسكر خارجي في سلوفينيا. هتقول ايه سلوفينيا؟ لا سلوفينيا يعني دوله متقدمه الان في كره السله من الاربعه الكبار او الخمسه الكبار في اوروبا، في معسكر هناك، بعد كده نخلص نطلع على ايطاليا. ايطاليا ايضا من الفرق الكبرى. يمكن زي ما قلت لحضراتكم في بدايه الخبر روي رانا عمل طفره كبيره في خاصه في الدفاع، هو كل شغله دفاعي وده اللي فرق مع المنتخب وده اللي بنقوله دايما، الدفاع يخليك تكسب بطوله واثنين وثلاثه ويخلي شكل الفرقه حلو، الهجوم يخليك تكسب ماتش اثنين ولكن مش هتقدر تكسب بطوله. فروي رانا لما جه من اول يوم هو كان حريص على ده. البطوله زي ما قلت لحضراتكم او بطوله العالم هتلاقي من 25 اغسطس لحد 10 سبتمبر اللي احنا فيه، وعايز اقول لكم ان بعد كده ان شاء الله هترجع اللعيبه، هيكون النادي الاهلي عنده بطوله العالم او كاس العالم للانديه، وبرضه هيكون في بطوله عربيه. النادي الاهلي عنده اجنده ممتلئه في كره السله، يعني مستر اجوستي بوش بيستعد، سامع ان في تفاوضات مع يعني لاعب واثنين، النادي الاهلي بيحاول يضمهم في كره السله، ولكن فرقتنا موجوده وجاهزه. خليني بس اشير لحاجه، عمرو زهران لاعب منتخب مصر الكبير الان واحد نجوم الفريق، ما لعبش ولا منتخب شباب في عمره، دي علامة استفهام غريبة جدا ان عمرو زهران مش ممكن يكون عمل الطفرة دي على كبير يعني او على سنه الكبير، ولكن في سنه الصغير ما لعبش لا منتخب شباب 16 ولا منتخب شباب 18، ناشئين 18 او 16 ما لعبهمش ولم يشارك، وما شاء الله عليه دلوقتي من افضل لعيبة افريقيا في سنه، بدليل انه اتخذ منتخب افريقيا للعب بطولة المنتخبات او بطولة القارات اللي اتلعبت في كندا من حوالي 3 اسابيع، كان مع منتخب افريقيا المصري الوحيد ومعاه كمان كان عبد الله ناصر. طيب ثلاثي الاهلي يقود منتخب ناشئات الطائره للفوز على تشيلي بمونديال المجر. منتخب الناشئات في كره الطائره بيلعب برضه بطوله العالم، زي ما شفت حضراتكم كل الاخبار اللي احنا بنقولها النهارده مع المنتخبات، وما زال كل اخبارنا مع المنتخبات. منتخبنا الوطني ناشئات الكره الطائره تحت 19 سنه بقياده مديره الفني الكابتن محمد مهران فاز على منتخب تشيلي بنتيجه 3-0 في تاني ماتش ليهم بالمجموعه الاولى في بطوله العالم واللي بتتلعب في كرواتيا والمجر في الفتره من 30 يوليو ولحد 12 اغسطس. وجت نتيجه الاشواط 25-15 25-19 25-21. منتخبنا كان كسب في الجوله الاولى منتخب الكاميرون بنفس النتيجه، يلعب بكره مع منتخب الارجنتين، صعبه شويه الارجنتين فريق تقيل في الجوله الثالثه، بس كل التوفيق طبعا للمنتخب. مصر بتلعب في المجموعه الاولى ومعاها المجر الارجنتين الكاميرون الصين تشيلي. المنتخب بيضم في صفوفه 3 لعيبه من الاهلي، هم فرح الحناوي، فريده اسامه الزرقاء، رماز اشرف العفيفي، دول الـ3 لاعبات من النادي الاهلي. منتخبنا كان صعد للبطوله دي بعد فوزه بلقب افريقيا على المنتخب الكاميرون في البطوله، واتلعبت في نيجيريا في الصيف السنه اللي فاتت، وبنقابل الكاميرون تاني في هذه البطوله وبنفوز عليهم ايضا. كل التوفيق طبعا للكره الطائره رجال وسيدات. الحقيقه برضو منتخب مصر الكبير في الرجال يعني بيستعد بقوه ايضا لاشتراكاته القادمه،
وخلينا اقول حاجه، ان طبعا عوده احمد صلاح وعبد الله عبد السلام لمنتخب مصر للكره الطائره رجال اكيد ضافت له قوه كبيره، ويمكن ده بعد قدوم المدير الفني الاجنبي اللي الحقيقه يعني عمل روح جديده، فاصبح اللاعبين جاهزين ان هم يشاركوا بقوه مع منتخباتهم. هو ده اللي احنا بنقوله، توفير جهاز فني على اعلى مستوى اكيد ده لوحده زي روي رانا في الكندي في كره السله، ده في حد ذاته الجهاز الفني لما بيبقى قوي بيبقى عامل جذب للاعبين، محدش بيعتذر، كله عايز يروح لمنتخب مصر، ودي بتبقى بدايه النجاح، وهو راس المنظومه الفنيه ان يكون على مستوى عالي ويكون عامل روح فنيه في الملعب. رباعي الاهلي على راس قائمه منتخب العاب القوه في بطوله العالم بالمجر، انتوا عارفين طبعا بطوله العالم في المجر في الالعاب القوه، ويمكن الميديا مش هتتكلم عن الكلام ده بشكل كبير، ولكن احنا ده دورنا هنا في برنامج الابطال ان احنا نحط الضوء دائما ابدا على المجهود اللي بيبذل في الالعاب الاخرى اللي الحقيقه في بعض الاحيان بيفوق المجهود اللي بيتبذل في كره القدم، ولكن معشوقة الجماهير كرة القدم بتحظى بالاهتمام الجماهيري الأكبر. أربع لعيبة من النادي الأهلي هيشاركوا مع منتخبنا الوطني في بطولة العالم لكبار ألعاب القوى، واللي هتتلعب في العاصمة المجرية بودابست في الفترة من 19 لحد 27 أغسطس اللي احنا فيه. والأربع لعيبة هم إيهاب عبد الرحمن، محمد مجدي حمزة، إسراء عويس، مصطفى الجمل. دايما إيهاب عبد الرحمن ومحمد مجدي حمزة ومصطفى الجمل بيكونوا موجودين. النهاردة إسراء عويس حجزت مقعدها يعني بقوة بعد الأرقام اللي حققتها في لعبتها. إيهاب هيشارك طبعا في رمي الرمح، اما مجدي حمزه فهيشارك في دفع الجله، وبالنسبه لاسراء هتشارك في الوثب الطويل. زي ما قلت لحضراتكم ارقامها هي اللي اهلتها بعد منافسه شرسه طبعا داخل مصر عشان تتاهل لبطوله العالم. واخيرا مصطفى الجمل هيشارك في منافسات اللي طاحها بالمطرقه، والاربعه بيرعاهم النادي الاهلي وبيوفر لهم التدريب، يوفر لهم عقود، يعني الحقيقه النادي الاهلي بيدعمهم بقوه. في الاخر بتبقى الاستفاده لمنتخبات مصر الحقيقه، واكيد بتبقى عبء او لود كبير بيشيله النادي الاهلي بالنيابه عن الاتحادات الوطنيه. نجوم الاهلي كانوا شرفوا مصر وقدروا انهم يحققوا العلامه الكامله في دوره الالعاب العربيه اللي فاتت واللي كانت في الجزائر في فتره من 5 ل 15 يوليو اللي فات. مصر اكيد بتمتلك تاريخ كبير جدا في العاب القوى، كانت اتحققت عن طريق بطلتنا ونجمنا ايهاب عبد الرحمن، وده كان سنه 2015. ايهاب عبد الرحمن اللي بيشارك دلوقتي. النتيجه اللي حققها في 2015 لما حصد الفضيه في بطوله العالم كان قبل اصابته وقبل ايقافه، هو اتصاب وبعد كده دخل في ايقاف منشطات، يعني الحقيقه ايهاب لو ما كانش ده عطلته الاصابه اللي في كوعه وايضا الاصابه اللي جات له او الايقاف بسبب المنشطات كان ايهاب عبد الرحمن هيبقى في حته تانية خالص، ولكن لسه الامل موجود، لسه بيشارك ان شاء الله ربنا يوفقه. شارك في اولمبياد طوكيو 2020، ما توفقش بشكل كبير لان كان اعداد قليل بسبب كورونا، ولكن النهارده هو تعدي بشكل جيد. كمان محمد مجدي كان ضيفنا في حلقه من الحلقات، اسراء عويس كانت ضيفتنا في حلقه من الحلقات، كل نجومنا مصطفى الجمل جم هنا وشرفونا واتكلمنا عن احلامهم وطموحاتهم. نتمنى لهم كل التوفيق، وهنتابعهم ايضا ونقول لحضراتكم يعني كل اخبارهم. واتذكركم تاني البطوله من 19 لحد 27 اغسطس، وهنجيب لكم اخبارهم بالتفصيل. كده خلصنا اخبار النادي الاهلي، خلينا نروح لاخبارنا المحليه، وحتى اخبار النادي الاهلي اخبار يعني ليها علاقه بالمنتخبات، ولكن احنا بنتابع لعبتنا مع المنتخبات، وزي ما قلت لحضراتكم النادي الاهلي دايما بيقدم كوادر كبيره للمنتخبات. خليني اقول لكم ان الموسم اللي فات كان موسم تاريخي في الالعاب الاخرى وعمل طفره كبيره جدا، وعايز اقول لكم حاجه لا اخفي عليكم سرا، يعني ان احنا حتى كقناه النادي الاهلي شاركنا بشكل كبير في هذا الموسم التاريخي، ان احنا غطينا يعني اغلب المنافسات في الموسم الماضي يعني بقدر استطاعتنا، بقدر طبعا يعني مجهودنا، ولكن استطعنا الحمد لله اغلب مباريات الالعاب الاخرى رجال وسيدات حتى بطوله ابطال الكؤوس والسوبر لكره اليد يعني كنا موجودين فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. كان موسم تاريخي حتى على المستوى الاعلامي، حتى على مستوانا احنا كان لينا الشرف ان احنا يعني كنا جزء من هذا الانجاز الكبير في هذا الموسم. خليني اقول لكم انه الانجاز والانجازات اللي بتحصل في الالعاب الاخرى سواء على المستوى المحلي والمستوى الاقليمي والمستوى الدولي طمعت الكثير من او يعني شجعت، بلاش كلمه طمعت، خلينا نقول ننتقي الفاظنا، شجعت الكثير من الرعاه والسبونسرز ان هم يفكروا جديا في رعايه الفرق دي. النهارده النادي الاهلي بيقتحم عالم احنا كنا دايما بننادي بيه، كنا دايما بنقول الالعاب الاخرى كنز، فيها مجهود، فيها اثاره، فيها متعه زي اللي في كره القدم، بالعكس ده في دول فيها الالعاب دي هي الالعاب الاولى، لو قلنا انجولا امريكا مثلا كره السله هي اللعبه الاولى، لو قلنا الدنمارك كره اليد، لو قلنا في دول كبيره
هتلاقي فيها الالعاب الاخرى دي، ايطاليا فيها الكره الطائره، يعني في دول كبرى وعظمى فيها الالعاب دي هي اللعبه الشعبيه الاولى، لم تكن اللعبه الشعبيه الثانيه وليها شعبيه طاغيه. فالنهارده النادي الاهلي في صدد انه يفكر ازاي يسوق للالعاب الثلاثه، يعني حاجه تشرف وحاجه يعني فرق فيها كثير من النجوم. النهارده نجوم الالعاب الاخرى بيمشوا في الشارع زيهم زي لعيبه كره القدم، ونجوم كره القدم معروفين والجمهور بيوقفهم يتصور معاهم. النهارده اصبحت هذه الالعاب بنجومها يعني مقصد جماهير النادي الاهلي، وده ده ثقل كبير جدا جدا حتى لينا على المستوى الاعلامي في تغطيه الابطال وهؤلاء النجوم. خبرنا اللي بعد كده محلي، 10 ميداليات حصيله مشاركه منتخب مصر ببطوله افريقيا للريشه الطائره البارالمبيه. زي ما بنتابع الاصحاء لازم نتابع كمان ابطالنا في الالعاب البارالمبيه اللي بيبذلوا مجهود اكتر ومضاعف عن الاصحاء، ودول الحقيقه الابطال، ابطال من عيار فريد. لعيبه منتخبنا الوطني الريشه الطائره لذوي القدرات الخاصه بارا بامتنيون اتصدروا الترتيب العام لبطوله افريقيا واللي اتلعبت في العاصمه الاوغنديه كامبالا في الفتره اللي فاتت. لعيبه منتخبنا حققوا في البطوله 10 ميداليات جون كالاتي: 6 ذهب، 3 فضه، 1 برونز. البطوله تالق فيها بشكل كبير شيماء سامي لعيبه منتخبنا ونجمه نادي الزهور، واللي حققت لوحدها 3 ميداليات ذهب في فرد السيدات وزوج السيدات والزوجي المختلط كمان. البعثه ديت رئيسها كابتن شهاب يحيى عضو مجلس اداره الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي للريشه الطائره، والحقيقه ده احد الداعمين بقوه للنشاط البارالمبي في مصر. وعايز اقول برضو حاجه، ان ده اكيد يعني استكمال لسلسله يعني دعم الدوله ممثله طبعا في وزاره الشباب والرياضه والاتحادات البارالمبيه، يعني دعم كبير جدا يعني لابطالنا البارالمبيين ووقوف جنبهم. النهارده الريشه الطائره لما تحقق الانجاز ده بيكون اكيد وراه دعم كبير من المسؤولين. بس خليني اقول حاجه، انه الدعم الاول لابطالنا البارالمبيين بتيجي من اسرتهم، وكان معايا هنا تشرفني يعني العشرات من ابطالنا البارالمبيين في هذا المكان وفي هذا الاستوديو، واتكلمنا معاهم وشفنا قد ايه كان رقم واحد في دعم اللاعب البارالمبي هي اسرته، الخليه اللي بيطلع منها، ولو لقى الايمان من اسرته بيه وبامكانياته بيطلع هنا يكون بطل بارالمبي، وشفنا عشرات الامثله على ذلك. فالحقيقه احنا النهارده من برنامج الابطال يعني لازم نوجه رساله لكل اب وكل ام، لو عندك حتى طفل يعني من ذوي الهمم او عنده يعني اعاقه بدنيه، انا يعني دايما الاعاقه البدنيه ما تعطلش حد خالص، او حتى اعاقه ذهنيه جزئيه مثلا، او اي شكل من اشكال الاعاقه، ما تترددش ابدا، تتوجه لاقرب نادي ليك، لاقرب مركز شباب وما اكثرهم على مستوى الجمهوريه، ان انت تقدر تدخل ابنك، تدخل بنتك تمارس الرياضه، وممكن في يوم من الايام تبقى بطله، كل العالم يتكلم عنها. فاذا الاعاقه لا تمنعك كاسره ابدا ان انت تقف جنب ابنك، بالعكس ده انت المفروض تقف مع اكتر واكتر من لو ابنك من الاصحاء. الاسره لو وقفت بيكون في المجمل وفي النهايه انت النهارده بتبني لنا بطل. فيا جماعه ما تخليش ابدا حد يخجل من اعاقته، او تخلي طفل يخجل من اعاقته، بالعكس الاعاقه دي هتكون سبب في تفوقه، ولو عنده اعاقه في حاجه معينه فعنده تميز في حاجه تانية. هو ده النقطه، انت دور على تميزه فين، ودور على الحاجه اللي يتالق فيها فين وساعده. والرياضه اكبر دليل على كده، 10 ميداليات ذهب اهو، في 10 ميداليات في بطوله افريقيا للريشه الطائره البارالمبيه، اللي بنقول لهم بصراحه الف مبروك. طيب خلينا نروح للجودو وانجاز جديد. شباب مصر للجودو يحتلون وصافه التصنيف العالمي، ما شاء الله انجاز كبير ايضا يضاف للجودو. خليكم فاكرين كلامنا، احنا اتكلمنا من 3 سنوات او من سنتين مع الاتحادات، قلنا هذا الاتحاد هيحقق حاجه كويسه، وكنا متحمسين جدا لان رئيس الاتحاد شاب. خليني اقول لحضراتكم الـ 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 الخبر واقول لكم الانجاز. تصنيف الاتحاد الدولي للجودو على مستوى الشباب والشابات صدر النهارده الصبح، وشهد تواجد قوي للاعيبه منتخبنا الوطني، وده بعد مشاركتهم في بطوله افريقيا الاخيره واللي اتلعبت في مدغشقر. فنلاقي عمر الرملي لاعب منتخبنا للشباب قدم 23 مركز مره واحده، علشان بيجي في وصفه التصنيف العالمي برصيد 303 نقطه في منافسات وزن يعني قوي جدا، وزن عليه منافسات شديده على مستوى العالم، وزن 95 كيلوغرام. وقدر عمار ابو هاشم لاعب منتخبنا الوطني الناشئين انه يتقدم برضه 21 مركز، شايفين القفزات عامله ازاي؟ 23 مركز، 21 مركز دفعه واحده في تصنيف الناشئين بعد ما جمع 300 نقطه من خلال مشاركاته طبعا. اما على مستوى البنات فاحتلت ندى فايز المركز الثاني في التصنيف العالمي بعد صعودها 6 مراكز. مصر قدرت انها تفوز وتكتسح الميداليات في بطوله افريقيا سواء على مستوى الشباب او الناشئين في منافسات الفردي والفرق، وقدرنا نحقق 31 ميداليه
مواقع 15 ذهب الله اكبر وخمسه فضه وزيهم برونز. وعشان نعرف اكتر حوالين هذا الانجاز معانا كابتن مرزوق علي رئيس اتحاد الجودو. كابتن مرزوق ازيك؟ ازي حضرتك يا كابتن هيثم؟ الف مبروك على هذا الانجاز الكبير. يمكن الانجاز ده ما تحققش منذ فتره يا كابتن مرزوق، انا كلامي صح؟ حضرتك انا في البدايه بس لازم اشكر حضرتك جدا جدا، لان انت من اهم الناس الداعمين لينا ومساند لينا من اول ما تولينا الاتحاد، وانت في ظهرنا وبتساندنا، واي حاجه بنعملها كويسه انت في ظهرنا. حتى انت عارف ان انت حضرتك ان احنا كنا من سنه ونص او سنتين احنا كنا في مرحله بناء، صحيح، كنا لسه بنبني، فاحنا انت توليت المسؤوليه معانا ودعمتنا وساندتنا، وكنت مؤمن بالفكره لغايه الحمد لله لما وصلنا على ابتدينا على الطريق الصحيح وابتدينا نوصل لجزء من اللي احنا بنحلم بيه. فانا بشكرك في البدايه جدا 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 يعني. لا شكر على واجبك يا كابتن، والحقيقه يعني مجهودك والاداء والروح اللي انت ابتديت بيها رئاسه اتحادك كانت رساله لكل اللي انت جاي تجمع اسره الجودو تاني عشان توصل. الاتفاقات اللي عملتها مع اليابان وسفرياتك لليابان وكابتن رشوان وضمك لكل نجوم ورموز اللعبه ان هم يكونوا معاك صف واحد عشان تبني منتخب مصر، اكيد ده يعني بدايه النجاح، ان انت راجل بتستغل كل طاقاتك البشريه واسره الجودو عشان توصل للعالميه. انت اللي تستحق الشكر يا كابتن، احنا بنقف في ظهرك ونقف في ظهر كل واحد الحقيقه عايز يحط مصر في المقدمه. خلينا نرجع للحدث الاهم وهو وصافه التصنيف في الشباب والشابات. بتهيألي الانجاز ده يعني ما اتحققش من فتره يا كابتن. الحمد لله احنا بالنسبه لنا احنا لسه راجعين من بطوله افريقيا شباب وناشئين امبارح، لسه وصلنا امبارح. بطوله كانت قويه جدا جدا جدا، لان احنا السنه دي البطوله كان مشارك فيها كل شمال افريقيا، جزائر وتونس ومغرب، بجانب البلاد الافريقيه، لان البلاد الافريقيه ما بقتش ضعيفه دلوقتي، لا الناس دي كلها صحيح بتعسكر في اوروبا، وفريق انجولا معسكر على طول في البرتغال وفرنسا، فالبلاد دي بقت قويه جدا جدا بجانب شمال افريقيا تونس وجزائر ومغرب اللي احنا على طول اصلا المنافسه بيننا وبينهم. فاحنا الحمد لله قدرنا اول يوم حققنا بطوله الشباب، حصلنا على المركز الاول. تاني يوم بطوله الفرق بتاعه الشباب برضو حصلنا على المركز الاول. ثالث يوم بطوله الناشئين الحمد لله على حصلنا على المركز الاول. فالحمد لله اكتساح في جميع المراحل. وانت لو حضرتك لو فاكر من اول مره اتكلمنا مع حضرتك، صحيح، قلنا لك ان احنا كان حصل دروب في الفتره اللي فاتت وفجوه، ان احنا كان عندنا اربع او خمس ابطال كانوا شغالين مع مصر بقالهم 20 سنه، الناس دي بعد اولمبياد طوكيو خلاص انهكوا وعملوا اللي عليهم وتعبوا فقرروا يبطلوا. احنا جينا ندور ما كانش فيه صف تاني وصف ثالث، احنا ما وقفناش. تعرف حضرتك مصر مليانه مواهب لازم نشتغل. عرضنا الفكره على معالي الوزير ان احنا فكرنا ان احنا جايين نبني اجيال لمصر تعيش لمده كبيره جدا. الراجل ساندنا وامن بفكرتنا وكان بيدعمنا. ابتدينا نبني في اجيال جديده شباب وناشئين، نعمل في كل ميزان رقم واحد ورقم اثنين وثلاثه عشان ما يبقاش في بطل الاوحد. لازم يكون عندي في كل ميزان ثلاث اربع لعيبه، وطول ما المنافسه في كل ميزان قويه المنتخب هو المستفيد. فاحنا اشتغلنا على الكلام ده ورحنا السنه اللي فاتت بطوله افريقيا. ما كانش مشارك السنه اللي فاتت تونس ومغرب والجزائر، الحمد لله برضو حصلنا على المركز الاول فردي وفرق شباب وناشئين. اشتغلنا وكملنا. فاحنا دي كانت خطوه استباقيه، يعني احنا لو ما كناش خدنا المجازفه السنه اللي فاتت ورحنا البطوله واللعيبه بتاعتنا خدت الخبره واحنا تفايدنا افريقيا، كنا هنروح السنه دي احنا لسه بعيد، ولسه اللعيبه ما خدتش صدمه البطوله، لان انت حضرتك عارف السن الصغير ده بتبقى لسه انت الولاد لسه ما خدوش الخبره وما خدوش ما بقوش تقال في الملعب. فاحنا الحمد لله كسرنا الحاجز ده السنه اللي فاتت. لما رحنا السنه دي احنا الموضوع بالنسبه لنا بقى ان احنا رايحين وعندنا خبره وعندنا كسبانين البطوله قبل كده، فكان الحمل علينا اكتر ان احنا لازم نحافظ على اللقب بتاعنا. البطوله كانت قويه جدا، ربنا كرمنا وعملنا ريكورد كبير وعملنا ميداليات ده كبير. بقى عندنا اجيال كبيره دلوقتي. انت حضرتك فاكر ان انا قلت لك قوه اي اتحاد من وجهه نظري من قوه الموسم المحلي بتاعه. صحيح، عملنا موسم محلي قوي جدا، فالموسم المحلي ده بقى يفرز لنا عناصر كبيره جدا. لكن انا لو عندي الموسم المحلي مش قوي خلاص انا بيبقى عندي الموضوع مش ما بيفرزش عناصر. وانا بالنسبه لي احنا بنحط معايير. انت عارف حضرتك يعني في البدايه انا اسف المفروض كنت اشكر الاسطوره بتاعتنا الكابتن محمد رشوان. الراجل ده اول قرار اللي خدناه ان هو يكون متواجد ده قرار صح جدا، لان احنا بنكبر الناس بتوعنا. فاحنا كابتن رشوان ده لازم نحطه فوق راسنا ولازم يبقى هو قابلينا كلنا ونحطه في المقدمه. انا بالنسبه لي كابتن رشوان ده تاج على راسنا كلنا يعني. الراجل ده هو اللي عمل الجودو، هو اللي خلى للجودو قيمه، جودو المصري قيمه في العالم كله.
فوجود الراجل ده احنا يعني مدي ده في قوه دفع كبيره جدا، لان الابطال اللي عندنا الشباب والناشئين هم واخدينه قدوه واخدينه مثل، راجل بطل اولمبي. فكان ده كان دافع كبير جدا، بيجي لهم كل اسبوع وبيقعد يتكلم معاهم. فالحمد لله احنا اشتغلنا وحطينا خطه وحطينا استراتيجيه واشتغلنا عليها، وكان النتاج بتاعنا ان احنا كسبنا بطوله افريقيا كابتن مرزوق. طب انا عايز اسال حضرتك برضو من ضمن الاستعدادات، انا فاكر كان في بطوله عربيه وانت بعت اللعيبه الشباب فيها، الكلام ده انا متذكر صح؟ يعني صح، يعني كانت تقريبا كانت تقريبا في الدوحه على ما اتذكر. صح جدا، انت حضرتك عشان كده بقول لك انت متابع معانا خطوه بخطوه. لا متابع كويس، لانه انا ساعتها استغربت وسالتك قلت لك انت مبعت الصغيرين، قلت لي لا ده انا لازم ابعت الصغيرين. فانا فاكر صح ولا لا؟ صح جدا، انت حضرتك انا قلت لك قبل كده ايه مشكلتنا، ان احنا بنعتبر اللي عنده 20 سنه ده لسه شاب. لا، 20 سنه ده بقى خلاص بره، بيبقى بطل اولمبي. بالظبط، انا لازم ابتدي من هو 16 سنه، ابتدي اصفر ناس وهم عندهم 16 سنه يروحوا يحتكوا ويروحوا يلعبوا ويروحوا يكسبوا ويروحوا يخسروا. يبقى انت دلوقتي انت بتعد الموضوع من بدري جدا، لما يوصل 20 سنه هو خلاص هو كسر حته الحاجز الدولي، فهو بقى بطل اصلا. يعني انا عندي هضرب مثال واحد، هم كلهم ابطال طبعا، انا عندي بطل اسمه عمار ابو هاشم. عمار ابو هاشم ده عنده 16 سنه فعلا. عمار ابو هاشم احنا الاول لعبنا بطوله الشباب اللي هي 20 سنه هو لعب فيها وجاب ميداليه ذهب في وزنه، لعبنا ثاني يوم بطوله الفرق للشباب لعب فيها وجاب اول في بطوله الفرق، ثالث يوم مرحله الناشئين بتاعته اللي هي 17 سنه لعب وجاب ميداليه ذهب. ما شاء الله الولد جاب في ثلاث لعب في اربع ايام اربع بطولات، وفي الثلاث ايام جاب ميداليه ذهب. ما شاء الله عنده الراجل ده بقى. احنا كنا عملنا معاه ايه؟ احنا بعتناه قبل كده بطوله اوبن افريقيه اللي هي في تونس دي، راح خد اول. بعتناه بطوله عربيه كسب. عندنا بطل اسمه عمر الرملي الله اكبر عليه، ده عنده 18 سنه، ده لسه ليه السنه الجايه جونيور. الراجل ده بياخد او خد اول بطوله عربيه كبار، وراح لعب تونس المفتوحه في الجونيور راح خد اول. فاحنا الناس دي احنا شغالين عليهم من فتره كبيره بناء على خطه وبناء على استراتيجيه. احنا يا جماعه احنا في مرحله اساس، واصعب حاجه في مرحله البناء هي مرحله الاساس. الناس ممكن ما تكونش حاسه بينا ان احنا شغالين من تحت، بس احنا لما هنطلع ان شاء الله هنطلع طلعه كبيره جدا ان شاء الله. وكان بدايتها النتيجه اللي احنا عملناها، ان انت لما تيجي النهارده تلاقي عندك في التصنيف الدولي في الشباب واحد زي عمر الرملي، هو دلوقتي بقى رقم اثنين على العالم، فارق حوالي 40 او 50 نقطه بينه وبين رقم واحد. يعني هو بالظبط عنده دلوقتي 303 نقطه، رقم واحد على العالم عنده 342 نقطه. يعني احنا بنتكلم في فرق مثلا 39 نقطه بينه وبين رقم واحد على العالم. ده هيفرق معانا في ايه؟ هيفرق معانا ان هو ما يروح يلعب بطوله العالم الشباب بتاعته في البرتغال في شهر 10، ما يقعش في قرعته حد جامد. تمام، يبقى صح. احنا كده ان احنا دلوقتي لو عندنا ماتش باي مثلا، هو ممكن يدخل من دور ال 16 على طول، وهيبقى الابطال بتوع الميزان متوزعين على الاربع ارباع اللي عندنا. فاحنا هو ده كان هدفنا، ان انت عايز تعلي تصنيف الناس عشان خاطر في البوله بتاعته يبقى مكانه كويس وما يقعش مع بطل العالم اول ماتش، يساعدنا ان احنا نكمل في البطوله. التخطيط مهم، وكمان شوف انت مذاكر، انت بتقول يعني انا مخطط له ولازم نعتلي التصنيف عشان ندخل بطوله العالم ما نخشش من 16. طب افهم من كده ان ده رود تو باريس، يعني انتوا هنا ده التخطيط اللي انتوا مخططينه عشان نوصل لباريس 2024 يا كابتن؟ احنا ان شاء الله احنا في باريس 24 احنا عندنا احنا ده بنتكلم على معظم قوام المنتخب الاول كمان بقى من الناس الصغيرين. يعني انا عندي الابطال بتوع الفين، عندي يسري سامي مثلا 60 كيلو، ده عنده 19 سنه، ده واخد اول افريقيا كبار السنه اللي فاتت، وهو لسه عنده 19 سنه بطولتش، يعني لسه كان بيلعب بطوله افريقيا شباب. فاحنا وصلنا المرحله دلوقتي ان شاء الله. عمر رملي السنه دي بيلعب وهو عنده 19 سنه، برضو ان شاء الله بنخطط له ان هو يوصل فاينل شباب. عندنا الفريق الكبير اللي بنعده لاولمبياد باريس، عندنا 60 كيلو يسري سامي وعادل حماده، عندنا 66 كيلو احمد علي وعبد الموجود، عندنا 81 كيلو عبد الغني، وعندنا عبد الرحمن محمد علي، وعندنا عمر سامي، وعندنا زياد، عندنا 90 كيلو عمر الرملي وعلي حازم، عندنا 100 كيلو احمد صياد وهادي، عندنا تقيل محمد عبده. بقى عندنا قوام ان شاء الله بطوله افريقيا كبار في شهر 9 في المغرب ان شاء الله. لو ربنا كرمنا اللي هيجيب ميداليه ده هياخد 700 بونت يا رب. 700 بونت دي في الرانكينج هتفرق معاه كتير جدا، دي مقام يعني رقم كبير جدا، هيحسن مكاننا في التصنيف الكبير او يعني بدرجه كبيره جدا يعني. يا رب يا كابتن، يا رب ان شاء الله، وانت قادر على ده ان شاء الله، الاتحاد والولاد، وان شاء الله يعني طريقكم اكيد مش
يعني مش هيبقى طريق سهل احنا عارفين، ولكن بالتخطيط والمجهود اللي انتم بتعملوه اكيد هتوصلوا لهدفكم. واعمل حسابك يا كابتن ان شاء الله تكون معانا في حلقه قريبه شرف يعني ان شاء الله، واذا ما وعدتنا انا بس سايبك وكابتن رسوان يكون معانا عشان برضو نتكلم عن يعني نموذج يعني يحتذى به في الشغل وحب الوطن وحب يعني العطاء. ان شاء الله تكونوا معانا في حلقه قريبه يا كابتن مرزوق علي، وعدني يعني ان شاء الله. شرف ليا نكون في قناه الاهلي، قناه محترمه، وشرف ليا بقى وجودي مع حضرتك، انت عارف معزتك عندي اخ عزيز يعني. طبعا يا كابتن ده شرف ليا، وبشكرك شكرا جزيلا كابتن مرزوق علي رئيس الاتحاد الجودو واحد الاتحادات اللي عامله شغل. افتح القوس، حط الجودو، حط الخماسي، حط رفع الاثقال، دلوقتي ما شاء الله ماشيين كويس، ولكن يعني احنا برضو بندي كل شويه ورننج عن المنشطات. عندك اتحادات كثيرة يعني شغالة وعاملة مجهود، عندك ال 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 الكاراتيه طبعا من الاتحادات اللي عملت شغل وعملت نتائج، مهم جدا كل اتحاد يعني يشتغل. خلينا اقول لكم ان الجودو لعبة مش موجودة في النادي الاهلي، جودو مش لعبة بيتبناها النادي الاهلي جوه، او من الالعاب اللي بيتبناها 19 لعبة اللي جوه النادي الاهلي، ولكن احنا هنا برنامج الابطال طالما في حد رايح، حتى لو اللعبة دي مش جوه النادي الاهلي، حد ماشي على الطريق اللي هو في الاخر هيوصلنا ميدالية لمصر، فهي دي هدفنا كلنا، وده دور النادي الاهلي، الدور الوطني، حتى احنا جزء لا يتجزأ من النادي الاهلي، دورنا هنا برضو ابطالنا القوميين ايا كانت انتماءاتهم احنا وراهم. الهدف الكبير هو مصر، الهدف الكبير هي ميدالية اولمبية، الهدف الكبير هو دعم الابطال لغايه ما نوصلهم للمنصات. طب كل ده ليه؟ كل ده لان الهدف الكبير، انا واحد من الناس لعبت بتيشيرت منتخب مصر وعارف يعني ايه قيمه يعني منتخب مصر، وازاي انت بتبقى يعني راسك مرفوعه وانت لابس تيشيرت منتخب مصر او ايجيبت وماشي في كل حته في العالم، معروف هي مين مصر وهي مين طبعا تاريخ مصر بكل ما تحمله الكلمه من معاني، فطبعا لازم نكون ورا ابطالنا في كل شيء. كده الحقيقه نكون خلصنا اخبارنا كلها خلال الفتره اللي فاتت او اليومين ثلاثه اللي فاتوا، ما عندناش اخبار ثانيه ان شاء الله. الحلقه الجديده نجيب الاخبار اللي بعد كده، هنطلع لفاصل عشان نخش بقى على فقرتنا الحواريه الحقيقه اللي هيكون فيها كثير من المصارحه مع نجمنا التايجر الاهلاوي مصطفى عسل، نتكلم عنه او نتكلم معاه عن الموسم الفني ونجاحه وازاي وصل للتصنيف العالمي وقمه التصنيف العالمي، هنساله عن المشاكل اللي بتقابله، طموحاته واحلامه امنياته اللي عايز يلاقيها جوه بلده وجوه طبعا مع النادي الاهلي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه برحب بمصطفى عسل نجمنا، نجم الاسكواش، نجم مصر، نجم العالم اللي منشرفنا في الاستوديو. اهلا بيك يا مصطفى. اهلا بيك يا كابتن عيسى، منورنا. ويعني احنا كنا مستنيين اللقاء ده من 3 أسابيع، يمكن كان عندنا ماتشات كوره خلصت، بس طبعا منورنا ومشرفنا مصطفى. منور، انا قلت مش هطلع في اي قناه غير قناه بيتي هنا، ومبسوط مع حضرتك النهارده. انت عارف انا يعني بعزك ازاي وعارفك وانت لسه يعني 11 سنه وانت في النادي، طبعا دي حاجه تشرفني. مصطفى في البدايه ببارك لك على الخطوبه. الله يبارك فيك. يقول لنا ايه الخطوبه، وعرفنا طبعا بجيداء وليد عزك كمان نجمه النادي الاهلي، يعني ظروف الخطوبه جت ازاي، خاصه انها جت فجاه، يعني فوجئنا بصور مصطفى وجيداء. هي جت فجاه على طول بعد كمان البطوله، جت فجاه، فكان الحمد لله يعني اسبوعين حلوين الحمد لله، وربنا يتمم على خير ان شاء الله. طب يعني الخطوبه ايه، جت في جو عائلي؟ انا شفت الصور كانت طبعا. لا كابتن وليد عزت يعني وكابتن وائل يعني حبايبي طبعا، و يعني فخور ان انا سبتهم طبعا أكيد. وان شاء الله يعني ربنا يكرمك السعاده ان شاء الله والجيداء اكيد ان شاء الله. مصطفى خلينا طبعا دي الصوره، طيب اشكركم. ايوه الصوره هي طبعا جيداء ووليد عزت، نجم طبعا يعني النادي الاهلي ومن احد رموز النادي الاهلي في العاب الماء. مصطفى دول صحابك يا مصطفى؟ مين بقى قولوا لنا؟ طب صحابك عبد الله وياسين وخضر. طيب دي صورة طبعا الشبكة، كانت بعد بطولة ايه؟ بتاعت بطولة العظمات 8 على طول، من اسبوع يعني 1/7 مثلا. والله طب وده طبعا كان في جو عائلة، انا شايف صحابي. ما شاء الله، ألف مبروك يا مصطفى. الله يبارك فيك. يعني أكيد طبعا الارتباط بيحقق الاستقرار لأي رياضي، دي حاجة طبعا مطلوبة وحاجة كويسة جدا جدا. طب مصطفى أجي لك، يعني موسم كان طويل الأول، خلينا نتكلم على الإنجاز اللي معانا يعني في الاستوديو، هم 3 بطولات العظماء 8 متتاليين ورا بعض، 3 مواسم كأول لاعب في التاريخ في العالم يحقق البطولات الثلاثه دول ورا بعض، صح؟ طبعا الحمد لله، يعني الحمد لله. والله طبعا ضغط كبير جدا الفتره الاخيره، يعني النهارده ان شاء الله انا هتكلم عن حاجات كتير، يمكن لاول مره جمهور الاهلي لازم يعرف، جمهور مصر وجمهور النادي الاهلي لازم يعرف يعني الحقيقه كامله، ان انا دايما كنت بحاول على قد ما اقدر، هي في تمشيه امور، في يعني سياسه امور، بس طبعا لما احنا نخش في وقت زي ده، وقت عصيب زي ده كلاعب كحد بيمثل مصر يعني الحمد لله، يعني بطولات وكنت رقم 1 من فتره لولا الوقف، و
يعني ما كانتش احسن حاجه طبعا. سيزون بالنسبه لي وكان اقوى سيزون ليا، وفي نفس الوقت برضو اصعب سيزون ليا، وتوقفت وانت رقم واحد. الموضوع كان صعب جدا طبعا. انت احد المرشحين لافضل لاعب في الموسم يعني، بالظبط انت احد اللعيبه المرشحين. طب خليني قبل ما اروح واتطرق للجانب ده، دول الثلاث بطولات اللي انت حصلت عليهم العظماء الثمانيه، وتبقى بطوله صعبه وفيها اكبر ثمانيه وماتشات ما فيش مباراه سهله. صح. اصعب واحده في الثلاثه مين؟ لا هقول الاخيره. الاخيره الاخيره ليه؟ الاخيره البطوله دي صعبه جدا. البطوله دي يعني يمكن احنا ثمانيه بس اللي بنلعبها، فاول ماتش يعني يمكن اصعب ماتش عادي. ممكن تلعب مثلا شورباجي اول ماتش عادي، ناس طبعا يعني لسه داخل اللي هو بتسخن كده في البطوله، لا بتلاقي ناس تقيله جامده في جدا. وشك على طول. يمكن ديجو الياس اللي برضه البيروفي، علي فرج، عندك ناس تقيله جدا ممكن تلعبها اول ماتش ومجموعه، وممكن تطلع بره المجموعه خالص. فالموضوع كان صعب، بس دي ليها قصه تانية وليها طعم تاني خالص. كان بعد بطوله، كان بعد وقفي، وبعد كده لعبت بطولتين، بطوله العالم خسرت في نص النهائي، وبعد كده بطولة الجون خسرت في النهائي. طبعا يعني الحمد لله ايه محتاج البروجرس جه تطلع. بعد، محتاج اطلع واحدة واحدة. بعد كده كانت البطولة دي يعني. طب خليني اقول لك ان يمكن البطولة دي شهدت حاجة غريبة جدا، وهو منع والدك انه يدخل البطولة، والحقيقة دي أول مرة أشوفها يعني بأمانة، يعني ولا هتشوفها ولا أشوفها يعني. ولا هتشوفها. لما يمنعوا يعني أب أو والد للاعب إنه يحضر المباريات، الحقيقة وخلينا نشوف المشهد ده، يعني أنت بعد البطولة نزلت الجراج بتدور على باباك استاذ محمود عسل، يعني حتى صديقي الشخصي هو قاعد بيتابع المباراه من الجراج من جراج المول اللي فيه اللقاء، وانت نازل له اول واحد. يعني مشهد صعب يا مصطفى. طبعا. يعني انت باباك كان بيبقى اول واحد في الصف الاول بصراحه، والنهارده يعني بقرار ظالم يتم منعه، وده لوحده ضغط. انت عايز يعني ترد اعتبارك وترد اعتبار، كان بيقول لك ايه ساعتها يا مصطفى؟ لا والله يعني انا عايز اقول لك، انا اتفرج على الفيديو الاول يعني. يعني انت رحت رميت نفسك في حضن باباك الحقيقه، يعني لا يعني لقطه صعبه، ويكفي الضغط ده مصطفى. يعني بصراحه انت واحد بيلعب وعارف ان باباه مش جنبه وقاعد في الجراج بيتفرج، يعني دي اكبر رساله بصراحه. يعني ما حدش يتحمل الضغط ده بامانه يا مصطفى. كان لابس نظاره القرايه بيتفرج عليه في التليفون. يعني انا مش عايزك بقى يعني يعني لا والله يعني يعني مش عايزك يعني طبعا اكيد انا نفسي والله يعني الحقيقه انا دمعت، لانه طبعا انا عندي ولاد وعندي ابن، وعارف يعني ايه الاب لما بيكون هو اكبر مؤيدين ليك. ف ربنا يخلي لك باباك يا رب، ويفضل دايما داعم ليك، ومحدش ابدا يحط عقبات بينك وبينه يا مصطفى ابدا. الموضوع صعب طبعا. انا عايز اقول لك، انا متفرج على الفيديو لاول مره، ما كنتش قادر اتفرج على الفيديو ده. طب قول لي يعني انت بعد المباراه جريت على طول على، انت كنت عارف ان بابا تحت؟ هو قال لك ان هكون تحت؟ ها يعني انا مش عارف ان هو تحت، ما كنتش عارف، ما كنتش عارف وما ان هو قالكش تحت. انه موجود؟ يعني انا عارف ان هو بيجي، وكنت بسمع اخبار كده ان هو بيجي يقعد يتفرج على الماتش في تحت يعني، بيقعد او مثلا لو الدنيا بتقطع في الجراج. متخيل يعني انا مش قادر اقول حاجه غير ان اب اللي هو يعني اول واحد ببص له في الملعب بيتفرج على يعني في الجراج. تحت، يعني تحت في الجراج. لا ومفيش حتى، طب اقول لك على حاجه، انترنت يوصل ازاي؟ ممكن تلاقيه مثلا سيجنال بيعمل سيجنال مش موجود بتاع، قرب قرب ليك في اقرب نقطه ممكن يقرب لك منها يعني يعني. مش كان ممكن يقعد في البيت؟ طبعا كان ممكن، بس هو جاي الجراج ليه؟ عشان يوصل لاقرب نقطه. هو كأب حاسس انه عمل اللي عليه انه يقرب لك. لو ادوله مكان اقرب من الجراج كان دخل، حتى لو كان قاعد، انا اسف يعني، لو كان قاعد في اوضه قد كده بس ادوله نافذه يتفرج على الماتش كان هتلاقي باباك هناك. يعني الحقيقه مشاعر كبيره جدا جدا، ودعم غير مسبوق الحقيقه. فيعني ربنا يخليكم لبعض يا مصطفى. طيب خلينا يا مصطفى اسالك سؤال، طب هو تم منعه ليه؟ برضو عايزين نعرف الساده المشاهدين. لا هو يعني مش بس الفيديو فيديو صعب شويه. عايزك تمسك نفسك. لا لا بس هو بس بتفرج عليه لاول مره، ف يعني دايما كنت بشوفه كده كنت بتاثر جدا. الموضوع اصلا انا اول مره، يعني اول مره اللي حصل ده كمان بالنسبه لي كانت مفاجاه. انا سبت الملعب وجريت. ظلم كبير قوي، ظلم كبير قوي، احداث كتيره طب جدا. هو بلغوه ازاي ولا بلغوك ازاي ان الاستاذ محمود ما يحضرش؟ انا ما فيش، انا يعني عيلتي كلها كنا بنروح، ولاد خالتي، ففي يعني ابن خالتي كان دايما مع بابايا، يعني السايت دايما كان بيقعد يقفل ويطلع، فهو ايه يعني بيحافظ الباسورد بتاع اللي هو السكواش تي في بقى والحاجات دي، يعني ان هو يخش يعني يتفرج على الماتش اونلاين وكده. ف
فكان ايه بيقعدوا جنبه كده، فهو بيقول لي يعني احنا بنتفرج في الجراج، واول ما السيجنال يقطع احنا كنا نروح على اي كافيه ولا حاجه عشان نروح نتفرج على الماتش. موضوع كارثي، موضوع حتى انا بالنسبه لي ان انا ساعات اصلا بتهيأ من بطوله الجونه، بتهيأ ان هو قاعد بره، يعني هو قاعد بره وسامع صوته وببص ما لاقوش، فالموضوع كان كده موضوع طيب ضغط. هو برضو يا مصطفى ايه تم ابلاغه ازاي؟ تم ابلاغك ازاي انه ما حضرش؟ هل الاتحاد بيقيس ما فيش؟ هو يعني انا هحكي الحركة يعني، واحكي طبعا لجماهير مصر وجماهير النادي الاهلي اللي بيحصل عامه، اللي بيحصل مش مظبوط. بقاله سنتين سنتين انا عايش في دراما، عايش في انا هلعب بطوله الجايه ولا لا، هعمل مش فاهم حاجه. ليه بقى الاسباب دي؟ طبعا حضرتك عندك منظومه تانية بتخدم طبعا على اللعبه في مصر، وهي طبعا يعني انديه وادي دجله عندك منظومه تانية بترعى الاسكواش، بتلعب طبعا مفهوم، عندك في منافس هناك، عندك في نائب رئيس الاتحاد الدولي هناك ماشي، وبرضو عضو الاتحاد في نفس الوقت، ما هو مش عضو الاتحاد بس، المرة المنافس برضو كمان مش مرة المنافس بس، لا ده مرة المنافس الرعاة كمان بينظم بطولات، بينظم بطولات اللي هي في المنظومة بتاعتها. يعني حاسس ان في منظومة بتخدم على المنافسين كل ده، يعني حضرتك بتعمل اربع حاجات خمس حاجات يعني في اللعبة. طب ازاي؟ ازاي كل ده؟ وازاي كل ده لما تيجي القرارات دي ما بقاش في ظلم؟ هل ده ضغط عليك عشان تسيب النادي الاهلي وتروح للمنظومة دي؟ صدقني انا حاربت دايما عن النادي الاهلي، دايما على عمر ما يخسر مصر والنادي الاهلي. انا عمرك عمر الرهان ده ما يخسر ابدا. انا في الاول كنت رايح هناك، انا اخترت والحمد لله اختياري كان صح. هناك الجماهير بص الدعم ازاي، بص الدنيا، المجلس الاداره النادي الاهلي بيدعمك ازاي؟ طبعا انا طالب كمان الدعم من كابتن محمود الخطيب الفتره الجايه، صعبه جدا. الموضوع صعب جدا هناك، ونيجي بقى كاتحاد فين الوقفه في ظهرك؟ مفيش حد بيرفع عليك سماعه التليفون بعد ما قيت رقم واحد على العالم بركلي، مفيش حد بركلي. ازاي يعني انا من بلد تانيه؟ طب لما يمشي محمد الشرباجي ومروان الشرباجي بنكلمهم ونقعد نطلع الاعلام ونقول وحصل طب لي انا موجود وانكل ومش انكل. طب ازاي انا موجود اهو، انا مش انا فاهم. موجود واخترت، انا اختار يعني، انا دلوقتي انا موجود واخترت، يبقى مين وانا اولى بالدعم؟ انا مش عايز اسيب، انا جالي عروض، جالك عروض، جالك عروض ومش عايز اسيب. تجنيس. عايز اقول لحضرتك على حاجه، دكتور اشرف صبحي يعني انا مش قادر اقول لك هو بيعمل معايا ايه ماشي، مش غريب عليه، وده مش دوره، وده مش غريب دوره. عليه الدكتور الاخير انا عايز اقول لك ان هو ساب الماتش ودخلوه بيقول لهم ايه اللي انتوا ومشي اعتراضا، وان انا كنت يعني هو حس ان انا كنت هخسر مشي، ان التيار ضدك بشكل متعمد مشي. يعني في حركه مثلا الدكتور اشرف صبحي بيجي يسلم جوائز حتى لو كان النتيجه ايه، بالزبط. اكيد هيسلمها ويمشي، مشي اعتراضا على اللي حصل. كلمني بعد الماتش شو ايه، الف مبروك يا مصطفى وفخر، شد حيلك وبتاع، وهو في وسط الماتش كان عمال يشجعني كمان اللي حصل. لا السيستم كله مش نافع، بس انا شايف ان السيستم كله لا 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 في حاجه غريبه. انا ليه بتحارب؟ ليه الحرب ده؟ لا اصل احنا مش مجانين انا وبابايا مثلا عشان نطلع نقول مثلا حصل واحد اتنين تلاته، حصل مش عارف ايه. طيب ادي بابايا توقف سنه، طب ليه الحرب معانا؟ انا بسال يعني ازاي يوقفوا اب لاعب؟ انا برضو مش متخيله يعني، انا دي مش داخله يعني، انا مش داخله. حضرتك بيوقفوا ازاي؟ ده الطريقه اللي بيوقف بيها بيوقف يا فندم ازاي؟ انا كاتحاد او كايا كان منظومه رياضيه ماليش سلطه على ايقاف بالزبط. حد من اسره لعيب، انا ليا اللاعب نفسه. واقول لحضرتك على حاجه، يجي بقى الاتحاد يرد ازاي؟ يقول لك طب ما دي منظومه لوحدها ماشي. طب المنظومه لوحدها دي مش فتره كوفيد جت عملت البطولات عندك كلها، عملت بتاع 20 بطوله، طب وال 20 بطوله دي مش صرف عليها ملايين الدولارات؟ طيب يعني انت ازاي ما عندكش سلطه عليها؟ بالظبط. ولسه في مداخله كان مع كابتن ميدو من كام يوم قال لك احنا لينا تاثير كبير جدا على الاتحاد الدولي. باللي هو بمين بقى؟ بنائب الرئيس اللي موجود. ده اعتراف ضمني ان برضو التيار اللي ضدك يعني ممكن يكون بشكل او باخر بالظبط. يعني لا والتاثير القوي بقى من نائب الرئيس اللي احنا بنتكلم عنه هو اللي ليه التاثير. طيب ازاي بقى انت مش على كونتاكت جامد قوي بالمنظومه دي؟ وانا شفت بعيني ده
يعني في اوقات اقول ان يعني انت قصدك تناقض غريب، انا ليا تاثير كبير وفي نفس الوقت لما يسحب يقول لك انا ماليش تاثير، انا مش حاسس ان في، انا حاسس بالظبط بقى يجي عند الحق مصطفى يجي يتوقف انا ماليش تاثير ده هم اللي وقفوه، انما يجي في حاجه ثانيه لا احنا لينا تاثير. طب اقول لحضرتك على حاجه، الوقف الثاني ماشي، انا ما انا شفتش لعيب اصلا في حياتي في الاسكواش، وحضرتك طبعا يعني عارف قدره، شفت حد بيتوقف ثلاث مرات او يعني احنا على احنا دلوقتي ايه سبب يعني انا عايز اعرف ايه سبب الوقف، انا يعني ايه اسبابه، هل مثلا سبب الوقف انت مثلا عملت حاجه خارجه عن النطاق المش... يعني الوقف ده ليه اسباب، وقبل ما اوقف بعمل تحقيق بجيب اللاعب بحقق معاه بشوف بالزبط بالزبط يعني بالزبط. مفيش عقوبه بدون تحقيق، هل بيحصل معاك تحقيق؟ لا انا ايه اللي بيحصل، انا مهدد بالوقف الثالث دلوقتي ليه يعني برضه انا عايز برضه لازم الجماهير تعرف حجم الضغوط اللي عليك، انا اعرف لعيب هيتوقف او حاجه بيتوقف لحين اجراء التحقيق بيجي يتحقق معاه وبعد كده نقول والله هو يعني متهم مش متهم يعني مدان بكذا 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 وتم ايقافه كذا، انما الاقي نفسي طول الوقت عايش مهدد بالايقاف وفجاه الاقي طخ اصحى من النوم افتح الجورنال وافتح الويب سايت الاقي ثلاث شهور ازاي كده، ده كده اللي بيحصل من غير ولا ورق ولا حاجه ولا اي حاجه بتحصل، بتصحى تلاقي نفسك هو طول. انت عكس طيارتك، عكس الطيار مصطفى هيوصل رقم واحد خلاص بره بتحصل بره، طب فين اللي في ظهرك، فين الناس اللي في ظهرك اللي هي واحد اللي ما صدرش منك حاجه يعني فين؟ يعني ايه اللي صدر، لا انا اقول لحضرتك الحاجه اللي صدر بقى، مثلا كل اللعيبه بتعمل حاجات في الملعب صحيح، كل اللعيبه واحنا كنا لعيب كل اللعيبه بتعمل حاجات في الملعب مفيش ده مفيش ادنى شك، بس شوف بقى كل اللعيبه دي ماشي ما بيحصلهاش حاجه خالص خالص، مثلا مضربك يجي في اللعيب التاني عادي ماشي اتحسبت عليك نقطة، لا النقطة دي بتتحول انها بتبقى وقف ويكتب 1 2 3 وقف حصل 1 2 3 ويقعد مستني لك بقى ويأخر لك وفي الوقت اللي ده انا شفت ماتش يا جماعة جيبوا لنا يا ريت اللقطة دي، مباراة في أحد اللاعبين بدون ذكر اسمه يعني ادعى انه حصل حاجة منك وخرج عمل نفسه دايخ وقعد اللعب متوقف شوية وبعد كده رجع تاني كمل المباراة صح، دلوقتي بقى اللعيبه يعني ده هم لقوا ان الموضوع بقى تجاره كويسه بقى ان احنا يعني ندعي اي شيء عشان زي ما بيقولوا تلبس مصطفى بالظبط بالظبط، لا ده في لعيبه بقى كتير لو هنتكلم عن اللعيبه، لا اللعيبه كتير بقى قوي، لعيبه كتير قوي في القصه دي، كل واحد بيخش عمل كده بتاع يوم ده داخل حصل 1 2 3 وقف وعلى طول مهدد، يعني ايه مهدد بالوقف؟ يعني ايه من نقطه او مضرب جه في لعيب او بتاعه ما هو اتنين في وسط الملعب ده بالزبط. في وسط القفص ده يعني ايه اللي هيحصل بالظبط، امال احنا الاطفال الصغيرين بنلبسهم مضرب ليه ده بس سوري النضاره ليه في عينيهم، لا انا بشوف لعيبه تانية لا وتيجي تتكلم رئيس المنظومه تقول له طب ما بص لا ما تتكلمش على اللعيبه التانية، طب يا فندم ما انا اقول ايه، طيب انا طبعا ما هو اقول لحضرتك على حاجه، ما لما الراجل ده ما يلاقيش حد في ظهرك ما هيجي عليك مش هيجي عليك ازاي؟ ما هيجي يعني عليك انت مطالب المسانده يا مصطفى، انت عايز بس سندوني يا جماعه، ما فيش سندوني يعني انا عايز اعمل حاجه لمصر والاسمي والبلدي والنادي بتاعي بس سندوني، ما يبقاش انا مهدد دايما بالعقاب. بس اقول لحضرتك على حاجه، في التهديد في الوقف اللي عايزين يهد يعني يعملوه ده، قلنا الاتحاد جوابات ولجنه فنيه تطلع ترد على الكلام ده، لا اصل احرجونا المره اللي فاتت مش هنبعت حاجه، ومين بقى اللي يبعت؟ دكتور اشرف صبحي هو اللي يقوم بالدور طبعًا ده هو طبعا. طب يعني انا دلوقتي دورك كاتحاد تعمل كده ولا دكتور اشرف صبحي يعمل كده؟ نرجع نقول اللعيبه بتروح تتجنس ليه واللعيبه بتمشي ليه بالظبط، انا رحت للدكتور اشرف صبحي قلت له رحت اسرتي راحت اليوم اللي قبليه وبعد مع كابتن امير وجيه وبعد كده رحت انا تاني يوم، يعني هو مش مصدق اللي بيحصل وفي نفس الوقت بيتكلم ومش لاقي، يعني انت عشان تلاقي المنظمه دي حل مش لاقي لها حلول، فلما يكون عندك الحل في مصر والدنيا اللي بتحصل دي من جوه دي حاجه غريبه جدا. انا سمعت حاجه مصطفى، سمعت انه الشكاوى اللي بتروح فيك في الاتحاد الدولي من جوه مصر. طبعا. يعني طب ليه ما فيش لاعب وفي منهم من بره، في منهم من بره يعني ليه ما فيش لاعب، ما هو خلاص ما شافوا بقى المصريين. طبعا ما شافوا لما شافوا المصريين بيعملوا كده معاك او في ناس بتبعت شكاوى فيك خلاص ما نركب الموجه انا كمان خلاص بقى يعني دلوقتي انا لعيب بس الاغلبيه من مصر. أغلبية الشكاوى من مصر. أغلبية من مصر. مع الطيار التاني. والمشكلة دي تتحل كلها مصطفى إن أنت تروح الناحية التانية. أروح الناحية التانية، بس أنا عمري ما أروح الناحية التانية. أنا عمري ما أروح الناحية التانية. يعني أنا بايت في النادي. لو حد قال لي أقعد أقفل النادي بالليل أقفل النادي بالليل. بصراحة. أقفل النادي بالليل عادي. أنا انتمائي كله للأهلي. مصر والنادي الأهلي. الجمهور ده ساندني بص قد إيه، أنا الحمد لله طلعت الحمد لله بسرعة. أنا عارف إن أنا برضو
السن ومراعي فرق السن، بس انا واحد برضو عايز اخش الملعب عايز اكسب، عايز اكسب يعني انا حقك. يعني طب اسكت، طب اقعد اعمل ايه؟ مش معقول واحد يتوقف كم الوقف ده وعلى الفاضي. انا مش شايف حاجه، يعني انا لو حضرتك شايف حاجه ان اللي بتحصل دي ما بتحصلش مع اللعيبه التانية هقول لك لا تمام. والسوشيال ميديا مصطفى ما يتوقف، يعني لو في حاجه هتعملها السوشيال ميديا مش هيرحمك. لا مصطفى يتوقف، لا مصطفى ايه وقف السكواش ده اصلا؟ من امتى بنسمع، ومن امتى بنسمع عن الارقام الغريبه في الوقف دي كمان، والمثلا ايه الغرامات الغريبه دي اللي بنسمعها من امتى؟ ما فيش في الكلام انت ده خالص. توقفت مرتين ولا ثلاثه؟ مهدد بالثالثه. ثالثه. المرتين كانوا 3 شهور كل مره، مرتين كانت 3 شهور. 3 شهور وفي غرامه بتدفع كمان؟ غرامه. كام كنت بتدفع كام؟ بيقول لك 2 و5 وغير المحامين. يعني غير انت المحامين. بتتكلم بسترلين يعني. يعني انت غير المحامي اللي انت محامي بقى من بتوكله. انجلترا. من انجلترا. انت الغرامه بتبقى قد ايه كل مره؟ مثلا 5000 مثلا استرليني. بس انت ما بتسمعش الحاجات دي، مثلا واحد عمل مش عارف ايه تلاقيه مثلا ب 250 مثلا 500 مثلا ولا حاجه. مصطفى حط له غير بقى لو عايز تعمل استئناف. بتبقى في محامي بياخد طبعا. لا والناس دي اللي بتيجي تقعد قصص. المحكمين بييجوا بياخدوا قصص. لا حضرتك كل بقى انا كل ما بكلمك فيه ده بياخد من تفكيرك من تركيزك. ازاي تكسب بطوله؟ ده من عند ربنا، مفيش حاجه يعني ده من عند ربنا. وازاي باباك بره، يعني باباك بره مش عارف يتفرج، مامتك على اعصابها، انت مش عارف تخش البطوله الجايه ولا لا، الجماهير كلها بتتفرج عليك دي، انت قلقان انك تخسر جوه اصلا. غير كل ده وغير كل الضغط اللي عليك ده كله، طب بعدين يا جماعه هنحل الموضوع ده ازاي؟ والناس تطلع او اللعيبه تطلع تتجنس بره، نقول لك احنا اللعيبه دي هي اللي طلعت بيعيطوا في الاخر بنعيط. ونطلع نتكلم مع اللعيبه دي ونشوفها، طب ما اللعيب معانا ووسط حضننا ومختار الطريق بتاعنا ومختارنا ومختار الوجود هنا وانت جالك قبل كده جامعه ورفضت تطلع وعلى ايدي. لا والعروض، والعروض الاخيره، العروض الاخيره كمان. يعني انا بس مش مصدق اللي بيحصل. انا حاسس ان انا عايش في سيرك. اللي بيحصل ده سيرك. يعني ايه يعني؟ يعني ايه واحد، انا معلش انا دلوقتي كرئيس اتحاد، حطيني كرئيس اتحاد انا مثلا، يعني دلوقتي انا عندي واحد عنده 22 سنه ووصل وكسب وبقى رقم واحد على العالم، وخصوصا كمان ان حضرتك ما عندكش حاجه في الناشئين كويسه، في جاب كبير، في جاب كبير جدا لغايه 15 سنه صح. لغايه يعني عندك فده اللي وصل، لازم ده اللي في السن ده اللي اقدر احافظ عليه بقى. اللي وصل فاينل في تحت 19 سنه في بطوله العالم عنده 15 سنه، يعني حضرتك بتتكلم على فرق 8 سنين 9 سنين. نعم ماشي، سن اخويا مروان. وبعد كده انا من 22 عندك لغايه 29 30، فعندك فجوه كبيره جدا. وعندك مشكله كمان ان انت ما خلاص ما بقاش عندك حد، خلاص انت بتتكلم، خلاص احنا بنتكلم، انا بنتكلم على علي فرج خلاص عندك حاجه و30 سنه، الناس دي بعدين طيب فين؟ صحيح، في 7 سنين فجوه بعد كده هنرجع، بعد ما يبطلوا اللعيبه دي وكل الاحترام ليهم هيبطلوا، هيبقى مفيش غير على الساحه غير انت، مفيش حد. ازاي ما حافظتش عليه؟ ما في... لا وحضرتك كمان، طب يا عم مصطفى، طب مثل عليا طيب. عليك مثلا او سيبني في حالي، او سيبني في حالي، يعني ما تدعمنيش بس سيبني في حالي. سيبني في حالي يعني بس سيبني في حالي، يعني حاول تفرمل شويه التيار اللي ضدي والشكاوى اللي بتروح واللي وانا يعني الشكاوى دي عشان زقيت حد مثلا، عشان مضرب جه اللي هو بتحصل في العادي. لا بتحصل عادي، بتحصل معايا، معاك انت، بتحصل معايا، معاك انت في اللعيبه بتزقني وبتعمل، انا ما بمثلش، انا في الملعب اخدها كراجل، انا في الملعب بس ما بمثلش. بس لما بيحصل حاجه ولعيبه تانية يمكن تشتم الحكام عادي وما يحصلهاش جزاء، لا ده في حاجه غريبه بقى. والمشكله البطولات دي، لا يعني ما تقوليش في الاخر ان انت مش مسيطر على الناس دي، لا انت عندك قدره ان انت تسيطر على الناس دي، بس هي المشكله ان هي في الطيار التاني. عندك قدره ان انت تسيطر على الناس دي، هتسيطر عليها، هتقول لها يعني مثلا عشان انت الوحيد اللي بره المنظومه، اي حد من الطيار التاني هيتوقف؟ لا طبعا، عمره ما يتوقف. طبعا عمره ما يحصل له حاجه. ما توقفش، انا اول مره اسمع الاوقاف. الجمهور الاهلي، جمهور مصر وجمهور النادي الاهلي لما يجي يتفرج على ماتش ليا مش بيلاقي المعلقين، في حاجه غريبه. اللي هو ازاي مصطفى يستقطب الجماهيريه دي، او بحس ان في، انا اسف يعني، بحس ان في شويه غيره ان مصطفى، انا مش واجه كلام الحال لكن بقول بيبقى في غيره ان ازاي مصطفى نجح في سن الصغير ده، انه يخلي الاسكواش لعبه يعني جماهيريه وجمهور النادي الاهلي يتابعه من سنين طويله. مش عاجبينهم كده، مش عاجبهم، مش عاجبهم. ده في ناس بتقول لحضرتك ان انا باجر جمهور عشان يخش هناك، باجر جمهور. لك على السوشيال ميديا يعني صفحات كتيره من صفحات المتابعه. تخيل وصلت لايه؟ هم متضايقين من حاجه اسمها عريق اسمه النادي الاهلي، متضايقين منها، متضايقين من اهلاويه، متضايقين من مصريتي كمان، يعني هم متضايقين من الحته دي ومش عاجبهم بقى ازاي، وعارف اللي هم حاسين ان هم في طبقه تانية كده غير الطبقه اللي احنا عايشين فيها.
لا يعني حتى من تواضع لله رفعه. طيب خلينا نقول انت عايز ايه، يعني انت مثلا طالب ايه، ايه اللي انت شايفه يقدر يساعدك ان انت تتفوق وترجع تاني، ايه اللي انت طالبه، ايه اللي انت عايزه؟ يعني اعتبر مثلا النهارده انا قدامك احد المسؤولين يا سيدي، وانت بتقول انا نفسي، انا عايز يا جماعه 1 2 3 4، ايه؟ مش حضرتك بص، انا رحت الدكتور اشرف صبحي قلت انا عايز اعمل معسكرات هناك، معسكرات ان انا اروح اتمرن مع واحد اسمه جيمس وولستروب، وولستروب ده كان نمره واحد قبل كده على العالم هناك، اتمرن معاه ابتدي اسايس الدنيا في هناك انجلترا ولا فين؟ في انجلترا. تمام، ابتدي اسايس الدنيا هناك، حتى لو عندي انا اخطاء اعدلها هناك برضو مع رئيس لجنه وده حقك. رئيس لجنه التحكيم، اروح اعدل الحاجات دي، بس عايز معسكرات. معسكرات طبعا مكلفه جدا، صعبه جدا، مش هقدر انا اروح اريسك في حاجه زي كده من عندنا. لازم يكون في دعم. بالظبط، ده دعم، مش عايز فلوس، عايز اعداد. بالظبط كده. فانا قلت ان انا لازم اروح اقعد عندهم، مش معنى ان انا اروح اقعد عندهم معنى ان انا هتجنس ولا حاجه كده، لا لا طبعا، لا، معنى ان انا انت بس بتقول عايز. انا عايز العب. بالظبط، انا عايز هم لو، اتمرن. وهو اللي على فكره لو هيتجنسوا هم هيجيبوك انت، يعني هم اللي هيقول لك تعالى، بالظبط، هم اللي هيدوك الدعوه، انما انت عايز تروح من خلال دعم بالظبط. من الاتحاد مثلا. وحتى بطوله تتعمل، يعني انا قلت اقترحت برضو ان هي بطوله تتعمل على حس مثلا ايه فيها سنه مصطفى فيها بتاع، عشان نبتدي يبقى ليك ظهر شويه. مفيش ايه تاني غير ان انت تتعدي فنيا كويس؟ مش عارف تعدي فنيا كويس، وهي البطوله اللي تتعمل دي مثلا كل سنه، انا هبقى تمام، انا مش فارق معايا حاجه الحمد لله، كله يعني يكفيني الجمهور اللي بالملايين ده اللي في ظهري، ويكفيني ان انا يعني بنتمي لمصر والنادي الاهلي، انا مش عايز حاجه تاني، بس انا عايز تسيبوني في عايز حالي، دعم فني. يعني انا عايز العب في حالي. انا عمري، انا بقالي 2 3 سنين ما فكرتش في خطه ماتش. يعني انت كل مجهودك اللي بتعمله والمركز ك ك ك ك ك ك تصدرت التصنيف العالمي، كل ده بمجهود شخصي بمدربينك واللي بيوفرهم لك النادي الاهلي والملاعب اللي بيوفرها لك النادي الاهلي، بس مفيش اي دعم من اي حته تانية. مفيش اي حاجه تانية، مفيش اي حاجه تانية. انا بقول لحضرتك حتى البطولات اللي بتروحها يا اما دعوه من PSA يا اما على حسابك، يعني مفيش دعم بيحصل. لا، في دعم طبعا، من في دعم بس مش طبعا، كافي. في دعم بيحصل. أنا عندي السبونسر بتاعي حديد عز، السبونسر بتاعي موجود وبتاع، بس الفتره لا، اللي مش بتكلمش على السبونسر، انا بتكلم على الدعم الفني، ان هو يتوفر لك. لا، الدعم الفني لا، مفيش، انت اللي مش شايل نفسك فنيا. الدعم الفني، الدعم الفني لا، بس انا بتكلم الدعم الفني الخارجي عشان انا قصدي تحاول، معسكرات خارجيه، ما انا عشان بتكلم، تحاول انا بتكلم كده. تسيطر. لكن الدنيا مش احسن حاجه، يعني عايز اسيس الدنيا شويه ممكن من ناحيتي، بس الموضوع متقفل من كل الاتجاهات ومهدد بالايقاف طول الوقت. وعلى طول. لا حضرتك مش عارف البطوله الجايه هتلعبها ولا لا، يعني طب اقول لحضرتك على حاجه تاني، وقف اللي حصل ده، كنت انا رقم واحد على العالم بلعب بطوله انجلترا، فانا كنت هناك وقاعد مع اصحابي عادي جدا جدا، ورايحين اليوم اللي بعديه رايحين البطوله، خلاص قاعد مع اصحابي انجلترا. ورايحين البطوله، رايحين فندق البطوله وهنقعد بقى خلاص، يعني خلاص البطوله بتبتدي بكره الادوار التمهيديه، وبعد كده هخش بقى من بعد بكره يعني. نعم. مره واحده سمعت لقيت اللي تحت السي او بيقول لي ان انا هتوقف. ايه ده؟ ده كده، ده الوقف اللي هو اخر واحد. توقف ايه؟ اسمي ما اتشالش حتى من بالدرو. الدرو. بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ اه زي ما بقول لك كده. قلت له طب انا المفروض يعني ده بيبلغوك كده اورال يعني، المفروض اقعد في انجلترا ولا ترجع ولا ولا اسافر تعمل ولا ايه؟ اعمل ايه؟ قال لي از يو لايك. طب قلت له يعني زي ما احب ما كده. تعملش معاك تحقيق قبل الايقاف؟ لا، ما انت بقى حضرتك التحقيق، نقول على حاجه، طب انا بابايا موقوف سنه على الماسنجر، من على الماسنجر، من على الماسنجر، بعت له رساله على الفيسبوك انت موقوف، قال له انا هستجوبك على الماسنجر. ده اسمه كلام؟ ده ايه اللي احنا فيه ده؟ لا، في حاجه، في حاجه مش مظبوطه، يعني اكيد تبص على حاجه كده تقول لا في حاجه مش مظبوطه. انا من اللعيبه اللي خلاص اللي فات فات واللي خلص خلص، وانا ما بحبش اقول حجج، ما بحبش اتحجج. ولا تشتكي ولا تحب تشتكي. خسرت خسرت، بس انا اخر سنتين الماتشات اللي خسرت فيها كان بفعل فاعل، او حتى لو حاجه انا بتوقف، اللي هو لا ده احنا مش لاقيين له حاجه. وفوه رقم واحد على العالم، عمري شفت لا في لعيب في رقم حصلتش، ما شفتهاش. رقم واحد على العالم في اي رياضه توقف، توقف شفتهاش، ما شفتهاش في اي رياضه 3 شهور لغايه لما خلاص اخر نص شهر كده رجعت. طبعا حاولت ان ارجع تاني ورجعت، دلوقتي على بعد بطوله واحده، بطوله واحده بس ترجعني تاني على التصنيف.
مش احنا قريبين جدا من بعض جدا جدا فانت وكل ده بالايقاف وانت الرابع مهدد دلوقتي بايقاف تاني بقى تالت بقى عشان انا هركب تاني حرك فيه خلاص هم تقريبا شبعوا بقى من السيطره المصريه دي بقالنا كتير مستحوذين فانت عايز دعم من هنا عشان تقدر تكمل منافسه مفيش حركه الاتحاد كله يعني انا مش قادر اقول لك الاتحاد عامل ازاي يعني مفيش حتى مكالمه بعد رقم واحد على العالم ازاي يعني خصوصا عندك علي فرج مصاب ناس تانية بعيده محمد مشي مروان مشي انت مهدد بطوله العالم اللي جايه دي الفرق تكسبهاش مروان ومحمد الشرباجي الاثنين مشوا ودول لعيبه مهمين جدا جدا موجودين لا وفاجئ من تصريحات ان هم يعني طب تفتكر هكلمك بكل امانه احنا مش هنتكلم بنيام على حد بس هنتكلم على كيس ووجهه نظرك احنا بنتكلم على وجهه نظر مروان ومحمد راحوا ليه يتجنسوا في انجلترا بالرغم ان هم يعني هم ابطال اصلا يعني هم مش مثلا هم تصنيف متاخر فيروحوا لا او رايحين يصنعوا مجد هم اوريدي عاملين مجدهم صح طب ايه اللي يخليهم يروحوا من وجهه نظرك؟ وجهه نظري انا شايف ان هم اول حاجه برضو ان هم اتعاملوا هنا وحش وهم صغيرين او هقول محمد عشان انا اقرب شويه لمحمد بعد كده سافر من هو عنده 15 سنه 16 سنه فقعد 15 سنه هناك فواحد اصلا قعد اكتر من نص عمره هناك بس غير كده انا محمد كان عنده مشاكل اقول لحضرتك على حاجه محمد كان عنده مشاكل كبيره مش زي اللي انا فيها دي باعتراف محمد مش زي اللي انا فيها دي انا اكبر انا اكتر بكتير يعني انت ليفل الوحش ليفل اللي هو وحش خالص يعني الدنيا بايظه خالص لكن مروان ما كان طلع هو حتى ما كانش مش لاقي كنت سبب لمروان بس طبعا اخوه كده وبتاع يعني مروان كان يعني الرعاه والطار التاني كان معاه ماشي كويس قوي فكان تمام انما انت شايف ان يمكن محمد كان مبرراته اكتر واقوى انه يمشي لانه لقى تيار شديد لا كان في يعني كان ممكن يخش بطولات كان هو مثلا يبقى رقم واحد على العالم هنا في مصر ما يلاقيش صورته محطوطه اصلا ولا تليفون برضو زي حالتك كده ولا لا تليفون يعني هو عارف يتعامل او بقى مع يعني هو اتصرف فانت من وجهه نظرك ان هم يعني محمد ومروان يمكن محمد لا مشاكل هنا وده اللي دفعه بشكل كبير انه يروح بالاضافه انه طبعا قعد هناك 15 سنه من عمره فلقى ان هو يعني خلاص طب انا اروح يعني في مكان يقدر يساعدني اكتر طيب ونفس الكلام مروان طب احنا سامعين ان في برضه لاعبات بدون ذكر اساميها برضو عليهم ضغوط وعليهم عروض زيك مثلا الكلام ده صح اللي بنسمعه ده اكيد طبعا في الفتره الحاليه دي ان في خلل في خلل انا شايفه يعني ممكن نشهد الفتره اللي جايه بقول لحضرتك على حاجه في بنت برضو بطله عالم ما شاء الله طالعه بسرعه الصاروخ ما شاء الله يعني امينه عرفي لا دي ما شاء الله ما شاء الله عليها دي بتكسب السيدات ما شاء الله عليها نفس ما تخش تلعب معاك برضو عرفي كانت بتخش لما كانت لا ما شاء الله عليها كانت بتخش تلعب معاك قصه بقى حرب برضو على امينه ماشيه في حرب ناحيه ثانيه وباباها برضو نفس الكلام نفس في نفس القصص برضو باباها وباباها دكتور اقول لحضرتك على حاجه هي برضو في حته ثانيه برضو راعي ثاني حاجه ثانيه طيار ثاني برضو ففي وشها تيار شديد ده اقول لحضرتك امينه عرفي دي لازم يحافظوا عليها يعني لازم دي وحش يعني ما شاء الله جاي ما شاء الله عليها يعني عمرها كام 16 سنه دلوقتي؟ اقل ما كملتش ده بتاع 14 سنه واخده بطولتين عالم اسمه ايه النشآت وفي سيدات لو انا بقول لك لو دخلت سيدات هتكسب لا 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 الله اكبر عليها وهي دخلت وكسبت عامه لا ما شاء الله عليها وبرده طب ليه يا جماعه؟ بطلة الجمهوريه سيدات تخيل وعندها 13 سنه انا نفسي افهم ليه الحرب على الناس الناجحه طب الناس الناجحه دي انا من وجهه نظري طب ما انا طبطب عليهم عايز ايه ترضيك ايه ده كده ده طبيعي اللي يحصل بالظبط وده ما ينقصنيش لما اقول لك كده يعني انا لما اجي اقول لك يا مصطفى انا كاعلامي بس اقول لك يا مصطفى انت منورنا انت مشرفنا انت ناجح وراجل بتروح في الاول والاخر مصطفى عسل المصري اللي طالع من بلدنا ففي الاول والاخر لازم ادعمك واقف جنبك وده لا ينتقص من قدري بالظبط انت بتقول ليه بقى ما بيحصلش كده معايا ليه ما بيحصلش كده لا ليه ما بيحصلش كده ليه دعم مش موجود حضرتك بنيجي النقطه اللي هي برضو هيقول لك طب ما منظومه خارج لا حضرتك مش خارج برضو المنظومه دي مش خارج المنظومه اللي هي المحترفين دي لا انت ممكن تسيطر عليها مش ممكن انت هتسيطر عليها لو عايز تسيطر هتسيطر يعني انت شايف ان الدعم سهل يكون موجود انت شايف كده انا شايف الدعم ان انا حضرتك الفتره الاخيره دي البطولات اللي اتعملت دي مش سهله خالص اتعملوا بطولات في وقت عصيب جدا ما كانش في اي لعبه اصلا كانت قايمه صحيح
وده طبعا يرجع طبعا يعني فضل كبير جدا طبعا ربنا. وبعد كده دكتور اشرف صبحي ان هو فتره كوفيد دي كانت فتره عصيبه جدا، هو قدر يخلي بطولات برضو بشكل كبير، هاندبول، وكان في حاجات كتير نعم. جدا بتنظم في مصر هنا. طب خلينا نطلع لفاصل مصطفى وارجع معاك اتكلم شويه بقى عن الفتره اللي جايه ومستقبلك، البطولات اللي جايه وبتخطط لها ازاي في اجندتك، بس خلينا نتكلم ده بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع نجمنا الاهلاوي ونجم السكواش المصري مصطفى عسل، ولكن بعد الفاصل. قول لي قصه الاحتفال ده يا مصطفى. انا قلبت لهم الدنيا. والله لا، انا اول ما خلصت الماتش ما عرفتش احتفل، رحت مخلص على طول نازل لبابايا تحت. فبعد كده قلت انا لازم اعمل حاجه، لازم اعمل حاجه. بعد كده طبعا كنت اتفرجت طبعا قبليها على ماتشات افريقيا والنهائي. حضرتك عندك برضو عندك قصه برضو في الحته دي، ان يعني الطيار الثاني مش عايز يشغل اغنيه سطلانه في الملعب. فعلا؟ لا والله. يعني انت مين اللي كان مشغل الاغنيه؟ يعني هم شغلوها بعد كده بعديها بشويه. لكن هو داخل هنا كانت الاغنيه مش شغاله. انت داخل متخيلها. انا داخل متخيلها. يعني حضرتك عايش على التيمبو انت. لا، وقلت لاصحابي، يعني قلت لاصحابي كده، قلت لهم بقول لكم ايه، شوفوا بقى الجمهور معايا وايه، قولوها انتوا حتى اسخن انا عليها ولا اي حاجه. في ناس فرحانه وبتسقف. طبعا. وفي ناس بتضحك وفي ناس قاعده مكشره. بس لا. يعني معلش يعني في هتلاقي في ناس مش متفاعله معاك وفي ناس واقفه مش متفاعله يعني، والناس بتصور مبسوطه وبتاع. بص وفي ناس قاعده يعني الموضوع شكله مضايقهم حبيبي. لا، ما هو بقى اصل البطوله دي انت بتلعب برضو يعني منظمه من نفس من الناس يعني. وبص يعني دول صحابي برضو اللي كانوا معايا في زياد السيسي. ده جوز نوران. جوز نوران. يعني ده دول صحابي برضو. خلينا بس نقول ان زياد السيسي لاعب السلاح. ده يبقى جوز نوران جوار. جوز نوران جوهر هو كان حاضر المباراه. وبيسقف لك وبتاع فرحان، شكله اهلاوي. يعني بيقول كده. بتعرف على طول يعني من انفعاله واستسقيفه وبتاع اهلاوي على طول. طب قول لي يعني وبعد كده شغلوها بتقول الاغنيه؟ شغلوها في الاخر خالص بقى لما لقى خلاص ان الدنيا، كانوا برضو اصحابي اللي معايا كان يوسف وعبد الله برضو اللي كانوا موجودين معايا، كانوا بيسقفوا، كانوا برضو يسقفوا هناك وكانوا عاملين يغنوها مع شباب، فالموضوع كان لذيذ يعني. طب قول لي انت لما في نهائي افريقيا وكسبنا الحمد لله وفوزنا افريقيا كره قدم، كنت بتتفرج على الماتش فين؟ مش مصدق. لا انا بحب اقعد في البيت لوحدي. لوحدك؟ ها؟ لوحدي بقى، اصرخ لوحدي وازعل لوحدي. الدنيا مفيش حد بقى معايا واقعد بقى. لا بس احنا شفنا الاحتفال بتاع طاهر بعد واللعيبه بعد بس اول ما جاب الجون. طب انت لما شفته على السوشيال ميديا زينا زي كلنا ما شفناه، قلت على اول بطوله هحتفل بيه كده؟ انا هي على طول هي بتترسم، وكنت عايز اعملها كان ساعتها في الجونه. انت ساعتها كنت جونا بعد البطوله دي في الجون. ما كان في الفاينل، كنت ناويها بس ما قدرتش. فبعد كده بقى قلت لا ان شاء الله البطوله الجايه هعملها ان شاء الله. ده اول حاجه عملتها رحت لبابا في الجراج سلمت عليه وبتاع، وطلع كده تحت رميت المره واحده، رميت المضرب جوه الملعب، بعد كده رحت نازل له تحت عمال ادور، الناس مش فاهمه بقى ايه اللي بيحصل. الموضوع مش وراك بالكاميرات بيصوروك، شفت كتير. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، هي مشكله انا من بدري كان لو رحت الطيار الثاني ده كان خلص الموضوع من بدري. خلاص من بدري، ولا كان فيها بقى اي حاجه تاني. بس انا حبي ما اقدرش ان انا امشي، ما اقدرش اسيب النادي الاهلي. انا ما اقدرش. يقول لحضرتك انا لو هقفل النادي كل يوم انا مش هسيب النادي. النادي انا بشوفك يا مصطفى لما بروح ملعب السكواش بشوفك بتقعد بتمرن بالخمس ساعات قاعد لاجئ هناك. تريح وتاكل حاجه وترجع. عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني كمان الفتره الاخيره كان عندي اصابه بتاعت كتفي، كان اصابه كبيره جدا لما اترزعت في الازاز. دكتور سامح ظلام، دكتور حسن طبعا، يعني مش قادر اقول لك كمان دكتور حسن جدا. معايا من ساعتها، معايا من شهر 12، انا كل يوم بنشتغل مع بعض، كل يوم قاعدين مع بعض برضو. يعني الناس كلها كانت ساعدتني بشكل كبير جدا. مدرب جديد محمد القيعي على اعلى مستوى، هداني جدا في الملعب، ابتديت يعني الدنيا برضو كانت عندي حماسيه شويه، ابتديت اهدى شويه. وطبعا كابتن امير وجيه على طول بتمرن برضو الناحيه الثانيه هنا في اكتوبر جنبي. انت بقى معاك مدرب جديد دلوقتي يا مصطفى؟ لا معايا يعني الحمد لله معايا كابتن امير وجيه وكابتن كوي طبعا، وهنا برضو بيمرني كابتن فادي ثروت موجود، اجهزه على اعلى مستوى وخلق، ويعني ناس جميله جدا. وكمان يعني علاج الطبيعي كابتن خالد الشناوي ودكتور خالد الشناوي والجهاز المعقل وبرده دكتور محمد يوسف. ناس قبلهم كابتن عبد القادر باين كمان كان لا ناس. لا المنظومه كلها عملت ان هي يعني
عملت ايه؟ الحمد لله ان انا طب اقوم انت يعني. لما بتيجي هنا في مصر يا مصطفى برضو لازم نوضح للساده المشاهدين، في الاسكواش انت محتاج منافس في الملعب، انت بتتمرن طبعا جوه محتاج في ثلاثه بيكونوا في الملعب. يعني انا شايفك برضو عامل حجامه اهو على لا الدنيا عملت حجامه انت ده الله يبارك يعني فيه نفسك. محمد يوسف بقى. طب وريها كده الكاميرا برضو، لان انا خدت بالي من اول ما جاي يمكن على كتفه لا مصطفى ففي الحجامه. طب دي ده نفس الدراع اللي كان فيه الاصابه ولا مين؟ بس دايما بعمل يعني، انا دايما يعني بشتغل جامد قوي، بتمرن كتير قوي فانت عايز في محتاج اليوم، ريكفري. فريكفري على طول بالنسبه لي لازم يعني. طب انت هنا بتتمرن وضع طبيعي جدا، انت تبقى عايز منافس. يعني انا دلوقتي ساعات لما بخش ملعب سكواش بلاقي ثلاثه بيلعبوا، مش عارف بقى واحد على الباب، الكلام بقى بتاع السكواش ده ما بتمرنش جيم مع حد، ورا ما بتمرنش مع حد. بقى لي 3 سنين قطع جدا. بس يعني اقول لحضرتك على حاجه، الناس اللي بتشتكيك هتتمرن معاها ازاي؟ هتتمرن معاها ازاي فانت يعني؟ عشان كده بتقول انا عايز معسكرات وده بره. اللي بيكئبني من السكواش شويه يعني، بيجي لي فاهم خنقه منه شويه. ازاي انتوا بتتعاملوا مع بعض كده؟ ازاي يعني؟ انا مش فاهم يعني، ده يشتكي في ده وده يشتكي في ده، وليه في ملعب واحد مع بعض بيهزروا مع بعض بيضحكوا مع بعض ازاي؟ فانا قلت خلاص انا هعمل سيستم لنفسي. كان ساعتها برضو عندي برضو موجود بيلعبوا عليا دبل، وكان طلع معايا بطوله كابتن حازم فاكر؟ حلمي وكابتن هشام فانسا، برضو بيمرنوني برضو دبلات دي، برضو عايزه يعني مع لعيبه. كل الانستب يعني زي ما بيقولوا، مفيش استقرار فني وتيار في شدك في وشك شديد، ومع ذلك وصلت بطولة عالم وبتكافح لسه، والله هي حقيقة تمارين. مجهود انا كبير اقول جدا. لحضرتك على حاجه، بطولة العالم اللي انا لعبتها بعد الوقفه دي وكنت داخل فيها رقم واحد وكنت لسه رقم واحد، انا اتمرنت اكتر فتره اتمرنت فيها لدرجه ان انا دخلت الملعب اعمل كده مش قادر 200%. الحاجات دي بتديني دفعه تاني ان انا لا طاقة اديك وهصمم ولا هلعب، والحاجات دي بتديك يعني فعلا فعلا الحمد لله. مصطفى. يعني انت بجد يعني النهارده كان قاعدة صراحة شوية معاك، وكل الدعم ليك يا ابني، وربنا يوفقك. انت نورتني وشرفتني، ومستنيين منك الكتير، وجمهور النادي الاهلي مش انا، جمهور النادي الاهلي كله كمان مستني لا منك انا من الكتير. هنا بشكر طبعا مجلس الاداره، وطلب ان انا اقعد مع كابتن محمود الخطيب لحل المشاكل دي، ان ان شاء الموضوع الله صعب جدا. وبشكر طبعا باشمهندس خالد المنتجي والناس دي وقفت معايا بشكل كبير جدا، خد العوضي، وكابتن لازم خالد دعم العوضي طبعا، طبعا، دعم كبير، وباشمهندس دعم لكل العمري، لا الجمهور. الناس كلها واقفه. وطبعا باشمهندس مهند، دكتور يعني مهند مجدي الدكتور طبعا مهند، طبعا موضوع الصراحه في الاهلي احنا عيله كلها مع بعض. صحيح. طبعا انا بحب اشكر شعرا كبير حضرتك طبعا، لا طبعا وناجي ده انت وطلع ابني، اعز الناس، انت ابني يعني بخش بيتي قبل ما اخش اي طبعا حاجه. طبعا. وفي الاخر يعني وفي الاول برضو جمهور، في الاول طبعا جمهور النادي الاهلي، اكيد مش قادر اقول لك الدعم يعني. نورتنا وشرفتنا مصطفى، ونتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله يعني لقاء تاني وبعد بطولات تانية وانجازات كبيرة. ان شاء اشكرك الله يا مصطفى. حبيبي، الله يسلمك. اعزائي المشاهدين، ده كان لقاءنا النهارده مع مصطفى عسل، كان لقاء كله صراحة الحقيقة، وكل الدعم من برنامج الابطال للاعبنا ونجمنا مصطفى عسل، وكل الدعم ايضا من جماهير النادي الاهلي ليه. بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة، وانتظرونا في حلقة جديدة من الابطال.